الرحمن يوم مات. يوم مات سعد اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى. عرش الرحمن ده شيء لا يدخل تحت الوصف. السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين، والأراضين السبع كحلقة في فلاه بالنسبة للعرش. إذن ركن العبودية كمال الحب مع تمام الذل. إذا استطاع المرء أن يحقق هذين صار عبدا بالاختيار. العبد بالاختيار هو ده العبد المحبوب عند الله تبارك وتعالى، هو ده اللي بيتلقى أعلى درجات الجنان. فنحن نريد أن نعيد للعبودية رونقها مرة أخرى معاشر المسلمين. نحن حملة مشاعر الهدى إلى البشرية. لقد خسر العالم كثيرا وكثيرا جدا بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن دورهم. أيمكن لو كان المسلمون الذين يحكمون العالم، أيمكن أن يلقى بالقمح في المحيط ويلقى باللبن والزبد والجبن في المحيط حفاظا على السعر العالمي وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا؟ هل المسلمون يفعلون ذلك حفاظا على السعر العالمي؟ أرمي القمح في المحيط وأترك بني آدم يموتون جوعا في جنبات الأرض؟ في ديننا نحن نعامل الحيوانات أفضل معاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الدواب كراسي. انت تركب على الحمار او على الفرس، تركبه وهو يمشي، لكن لا تركبه وهو يقف، لذا متعب عليه. يقول: لا تتخذوا الدواب كراسي. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تمشي إذ وجدت كلبا يلهف ويلعق الثرى من العطش، فنزعت موقها فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها بسقيا كلب. يعني امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها. لو سقت كلاب الدنيا وتتاجر بعرضها 20 سنة 30 سنة 40 سنة، إيه يعني تسقي كلاب الدنيا؟ لا، دي لم تسقي كلاب الدنيا، دي سقت كلبا واحد. فشكر الله لها فغفر لها. لأجل هذا أقول ينبغي أن نرجع إلى ذوات أنفسنا وننظر لماذا لم نمكن، لماذا نعيش على حواش الدنيا وحواش الأرض، لماذا نستذل؟ وكتابنا هو الكتاب الوحيد صحيح النسبة إلى رب العالمين، ونبينا سيد الأنبياء وخاتمهم، وأمرنا كما قال أحمد شوقي: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. رجل معه كشاف واثنين، كلما وجد حفرة سقط فيها. إيه الموضوع؟ عايز أفهم يعني ما هو الموضوع. الموضوع باختصار أن الذي يحمل الكشاف أعمى لأنه لم ينتفع بهذا الضوء. فهل نرضى أيها الإخوة الكرام
أن نكون ثلة من العميان في العالم؟ والضوء نحن الذي نملكه، وينبغي أن يقبس الناس من هذا الضوء فينقلون إلى أهلهم وإلى أوطانهم. لهذا أقول سر مجدنا وعزنا وطريق التمكين أن نرجع مرة أخرى عبيدا لله، فإذا كنا عبيدا لله جعلنا سادة الأمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. مولاي صلي وسلم على رسولك محمد خير الخلق كلهم. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن يكون اللقاء مع أهل العلم، لا سيما من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما أسعد الأوقات الذي يحياها المسلم بين جنبات هؤلاء، كيف لا وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فهم وبهم يقتدى ويهتدى ويحتذى. أيها الأحباب الذين قد جاءوا من كل حدب وصوب في هذه البلاد، وهي بلاد